هحاول اكون او كلنا هنحاول نكون سريع جدا لانه باقي لنا نص ساعه وداري الناس معانا نحن لغايه نعمل عشان نسمع على ناس حقيقيه. اول حاجه بشكر اخونا سليمان على المشهور سليمان. ايوه. بشكر كثير انك جبت معلومات عن الاسيتيت ودي الناس الحقيقه يا جماعه يعني انا افتكر السودانيين هموها يعني. فالناس دي اذا ما عندهم صوت نحن المراه الوطنيه والمسؤوليه بيستوجب علينا انه يسبيكوا اون بيهاف انه في ناس الحكومه دي عارفين انها بتعمل في شنو يعني فلما تفرق لمجموعه زي دي ما عندها صوت ممكن تعمل حاجات سيئه جدا زي ما بتعمل في المناطق الثانيه يعني فا it is important انه زول لازم كونتاكتس مع الناس دي انا والله حاولتها لاي سنتين فالاخير لانه قلت ممكن ناس الحكومه يزرعوا لي واحد يدعمني يقول لي انا نايم فالناس اللي عندهم ما عارفه غير المداخل المجتمعات هناك وعندهم ناس ثلاث ويرس وكذا نحن ار فيري ماتش بريبيرد انه نسمع صوته للعالم يعني. ما انت قلت هتعمل منظمه ليه؟ ما جاي دور المهندسين والله انا عندي يعني كونتاكتس كثيره مع مهندسين كثيرين لكن والله في لهم والله انا بقول لكم صراحه المهندسين السودانيين والله اللي كلهم وانا اي هوب انه اجي لي فرصه اكتب اصحابي تاني يعني قصه ما لها علاقه بالبيرسونال ريليشن لكن انا افتكر بروفيشنالي انا يمكن الزول الوحيد اللي بعجبه المهندس هو يحيى عبد المجيد لانه هو زول الانتجريتي بتاعته في البروفيشن سو هاي انا بتكلم عن المعسكرات الفنيه لكن ضميره يعني عبد المجيد ضميره المهني افتكر القصه دي فيها قضيه خلال بيني وفيها قضايا كثيره وانا عندنا ناس كثير جدا مع مهندسين برا السودان وخارج السودان افتكر انه انا كتبت في الكتاب ده انه 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 التوربينات دي ما بتطلع الكباسيتي بتاعتها انا كنت عايز مهندس بتاع كهرباء يجي فورورد يقول انه كلام صح وغلط واذا طلع اذا التوربينات دي ما بتطلع الكلام الدعائي الفارغ اللي بيقول فيه الحكومه ات واز فاوند بيتر انه يجي من زول ده شغله هو اشتغل في السدود وعارف الحاجه دي وانه يتزرعني انا ما انجينير لكن كان في صمت مطبق والى الان من المهندسين بالذات في المجال ده يعني وكذلك مهندسين الري ما ارسوا صمت مطبق ودي اسئله كثيره جدا وفي لون كبير انا كتبت في الكتاب في مهندسين الري في مارسوا دور غريب بالذات كان في الوزاره في وزاره الري لما ضرب الحفري ماذا يخش التفاصيل لكن دول انت لازم تقرا الكتاب لكن في قضيه يعني انا افتكر انتم مهندسين برضو اولادنا وكذا نحن نخون زول لكن بنقول انه في تقصير وقع حقه يتم تلافيه يعني انت عندك مصادر اكثر مني بتعرف بعض اكثر مني وفي قضايا فنيه بتعرف اكثر مني لكن اب تو ذيس بوينت في تقصير حاصل مشكله الملوحه قال لنا الدين الملوحه ما بتعرف انت بتعمل لها ديسالينيشن حاجه اسمها ديسالينيشن بيعالجوا بعد جيران يعني بيقاموا ديسالينيت المياه بتاعت البيت اللي بيعملوا لها انه يخصبوا يزيدوا مخصبات زي ما حصل في الدلتا في مصر لانه ما بيجيب مالحه الكوست بتاعت المخصبات الفرتلايزر ولا الكيميكال ولا عضويه ولا غيره از ايكوال للبنفيتس اللي بتبنيها مصر من الكهرباء والحياه الثانيه من خزانه صوان من خلال السد العالي فبقت نيل اوفر اند ابوف الاستخدامات بتاعت الكيميكالز في الدلتا ادت الى امراض ومشاكل صحيه خطيره جدا اوفر اند ابوف بتاثير السد العالي انا بدات اخش في حته كتير الكلام ده انا برضه قصدت كتير كده ان عدم وصول الفيضان ما هي دوره دي سايكل بتاعت حوض كامله قطع بقى النيل ما بيصل البحر المتوسط لأن النيل كان بيجي يترك مويه البحر ويردي الحاجه دي اتقطعت بفعل فاعل او بفعل الانسان بقى البحر كله مشى كل سنه ماشي بياكل في الاراضي بتاعت الناس ب 2008 كان تحت رجل في السودان كان في 5 مليون مصري فوق الاراضي في الدلتا الان قد يكون يتدبل او يكون في 7 او 8 وحتى نشر
في السودان انه الرقابه المصريه بتبحث عن اعاده توطين 5 مليون فلاح. كله الحاله دي تمت بفعل فاعل وعمل مشاكل كثيره في انتاج القضيه دي. فده ما بيعني معناه خزان انا بيبري شو عندي فرصه للجماعه. ده ما معناها انه خزان النهضه ما عنده فوائد. لا ده مت بيرسبكتيف اللي بتكلم منه انا. اي خزان اصلا تعمله بيكون عنده فوائد عنده مضاد. زي اي مشروع يعني. لكن انت عشان توازن المعادله انت تدرسها. زي ما قال البروفيسور حسين يتكلم هنا يو هاف تو ستدي الحاجه الامباكت بتاعها شنو. وانا من بدايه كلامي قلت انه يا جماعه الامباكت على السودان ما في دراسه. فاذا انت بتتكلم عن الحكومه لا تعمل كده تقول الحاجه دي هل تقول على صدري كلها فوائد ما في اي اضرار. كانوا يقولوا على صدري كده which is impossible يعني. فبالنسبه لنا في السودان احنا فيها اضرار. انا بتكلم من ناحيه الاضرار اللي بيسببها هذا هذا المشروع. فوائد انه بيدينا كهرباء يعني 30 دقيقه. جيد. طيب التنميه ذات انت لما تقول تنميه انا بخش في جدل اكاديمي في اندونيسيا. الناس بتتكلم عن التنميه انه وات از التنميه؟ التنميه ذات بنعني بها جنوب فيها مفاهيم نظريه كثيره انا ما اقدر اخش فيها. المبادره يا جيبي نحن ليه هسه بنطرح المبادره دي؟ انتم نوبيين اكبر مجموعه مقصره. وانا عندي يمكن اسمع الجراحه في القصه دي حاولنا يعني ذيس مور ذا فيرست تايم انه نحن يا جماعه الفاشن السودان ديل عايزين جهاز كوردينيتري على الاقل نشتغل الناس يشتغلوا من خلاله. ما شرط يتدخل في القضايا انا في المصري ما شرط يتدخل من هنا ولا بقعد معك لان احنا ما لنا في كلام كثير ما دام يقولوا ببليكلي عشان الحكومه تسابوتاج الانميز بين امريكا. لكن تكلمت انا مع واحد الجلال بنتكلم في الموضوع ده شايفين في اوبستكلز وكده لكن في تصميم وبعدين ناس خطوها عشان كده دايرين يحطوا لينك اب مع ناس سيتي ومع مع مع ناس والكم الهائل اللي جايين حيعملوا وماذا محمد جلال ممكن يتكلم والله انا حقيقه ما زعلت يعني ممكن على المتحدث الاول بيقول انه طالما في مشروع تنموي ليه الناس بتعرضوا ده؟ هذه الحاجه اللي فهمتها. فده اقول له بتعميل بسيط يعني انا في رايي انه في حاجه هسه حاليا مصطلح اسمه التنميه المستدامه. يعني التنميه في البدايه لو ما استهدفت الدايركت امباكت الناس المتاثرين اولا لو ما استفاد منها دي ما تعتبر تنمية. وأقرب مثال لده نحن الدايت نحن البوت بتاع السد كان في منطقتنا ونحن مش استفدنا منها اتضررنا منها. واتفاقية نيفاش زي ما كلكم عارفين أغلب بنودها بتقول إنه في 2% أي مشروع يقيم في أي منطقة المفروض 2% من العائدات تمشي لناس المنطقة. نحن لاقيين 2% للأسف 2% جزء منا كبير جدا عاد بتنمية لناس ما تأثروا. وأنا ما حاسد على الكلام ده يعني أم منطقة كريمة ومروي ويعني غير تغيير توتال يعني استفادوا فائدة كبيرة جدا من السد يعني. المشاريع بتاعتهم اسعى عليهم تشتغل بالكهرباء بحاجه بسيطه جدا استفاد الفائده اللي استفادوا هم منها نحن تاثرنا تاثير مباشره ما استفدنا بل ازددنا فقر. يا ريت لو خلونا على هيك بالنسبه لاخونا سليمان ضلاف خزان سيتي اصلا كان المفروض بدي مع خزان خشمه قلبه عشان احكي سطر من خزان خشمه قلبه ومتبنى. الخزان خشمان قلبه يتملى بالطلي فقط 85% من الكباسيتي من الستورج كباسيتي بيبقى اوبسوليت. قام مش بقول خزان سيتي ما في اي زراعه حتيجي من اي سد زي ما نبينا بعد. لكن هم بيبنوا بالقروض يعني السد اللي بكلف 500 مليون دولار بياخذوا له قرض ب 2.5 مليار دولار. الديفرنس بحطه في الجيوب. فبناء السدود هو آلية من آليات الكوربشن
والمادي لوندرينج في المادي لو اتكلمت قبل كده الناس بتشوف باسهاب كل ما في زمن الاعاده والكلام في سد النهضه ما عنده اي فائده. انا في تحليلي وفي متابعتي الوثيق لسد النهضه ما فيه اي فائده غير الناشونال انفليشن بتاع اثيوبيا باعتبارها اصبحت الدوله الثانيه في افريقيا بعد جنوب افريقيا من حيث القوه الاقتصاديه والعسكريه. الحضاره الاثيوبيه دي هشه للغايه وحتى الان ما في اي استضي اتعملت لانه الديب سيزميك استراكشر بتاع الحضاره الاثيوبيه دي بيقدر يتحمل الطول بتاع المياه. ولو حصلت اي هزه ارضيه ميجا ايرثكويك في المنطقه والسد ده ينهار لمده 5 دايز المويه في الخرطوم بيكون ارتفاعها 26 متر. الخرطوم البيب وايد ولن يكون توجد مدينه اسمها الخرطوم. قبل في 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 اوائل في الثمانينات تم اتفاق بين حكومه السودان وحكومه اثيوبيا ومصر على بناء 3 سدود على الحدود في المنطقه. فوق الحدود اسمه السد الحدودي، سد مابيل وسد مندايا. الثلاثه اكبر من سد النهضه ويجيبوا كهرباء اكثر من سد النهضه، لكن لما بيتوزعوا في مكان بعيد ما بيعملوا اذى وما بيعملوا استورج للطمي، الطمي ما لانه جورش الطمي جمهور. للمحافظة على الوقت ومملوك للثلاثة دول، السودان ومصر لأسباب سياسية انسحب. اثيوبيا كان المفروض تبني الثلاثة سدود دي وأفيد ليها والفائدة الكهربائية وليس الزراعية. وما في مطار لأنه حوالي في الثلاثة سدود 3000 أسرة بس متأثرين، لأنه ما حد حسب فيه. اثيوبيا قصدت تبني بسد النهضة لأنه اثيوبيا فيها تضخم بتاع الذات الوطنية. ودي حاجة خطرة جدا ودي احنا ناقشناها ذكر في عملته ايست انجليا يونيفرستي السنة اللي فاتت هنا ده ورك شوب ضخم عن الهيجوموني ووتر ريسورسز اند هيجوموني وتكلمنا عن القصة دي والصراع بين مصر واثيوبيا ما لها مصر متأثرة لأنه ده الهيجوموني اللي هو السودان موافق لأسباب تانية لأنه خاف اثيوبيا لو رفض اثيوبيا تدخل المعارضة المسلحة وأشياء زي دي. أما فيما يتعلق بالسد العالي ما كان في فايدة للسد العالي وضر بمصر ونهى الزراعه في مصر. السدود القائمه في السودان دي الفائده كانت لو بنيت الثلاثه سدود وامتلكت از ووتر ستورج ما للطاقه. السعوديه دي بتولد فوق ال 70 ميجا وات. ما عندها نهر ما عندها اي شيء. وفيه بدائل كثيره جدا. وبالتالي وقت زمان كانوا يفتكروا السدود طاقه نظيفه، السدود تطلع طاقه غير نظيفه بالمره. بيئيا. نحن عندنا انفول في مشروع بتاع ايست انجليا بتاع انفيرمنتال جاستس وعملنا سكيل للانجستسز في المناطق الثلاثه ها نوت ستيك هولدرز بيرسيل ورينا درجه بالضبط طريقه الظلم الوقع على كل مجموعه شو. فانا فيما اخيرا في العالم المبادئ بالجسم التنسيقي الجسم التنسيقي ده في كوردينيتنج بودي. اف يو ونت كوردينيتنج بودي الكوردينيت انا حضرت اجتماع للكوردينيتنج بودي لكل اللجان بتاع المحافظه والسدود. لكن انا قلت كلام خطير. طول ما في ناس لسه في الستيج بتاع المطلوبيه وفي ناس في الستيج بتاع مواجهه الدوله ديل ما بيشتغلوا مع بعض. ناس الشريك وكبار ودار في مواجهه الدوله مستديشي وسلاح ضد الدوله. الامر والنادي امري لحد الحمد لله بس لحد كبير قاعد تنتقل مع مواجهه. لكن طول ما في ناس في مرحله مطلوبيه وفي ناس في مرحله المواجهه التنسيق بيناتهم ما بيجيب اي نتيجه وبيخلق مشاكل وبيعقد الاوضاع داخل كل مجموعه. شكرا. شكرا. نفتح ثاني فرصه للاسئله ولاربع اشخاص وبعدين ثاني سفير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. احب اشكر المتحدثين. انا فاروق عبد الرحمن احب اشكر المتحدثين بالذات الاخ طارق علي طارق عوض لانه جانا من السودان وحكى لنا عن المعاناه بتاع اهله وحقيقه يعني الواحد ما يعرف يقول شنو لكن دي المحنه بتاعتنا في السودان محنتنا مع الحكام ديكتاتوريين والحكم العسكري بالذات. اشكر برضه الاخ محمد جلال هاشم شرحوا لنا في الاوضاع اللي كان ممكن فعلا نستفيد منها ونحول منها معارضه حقيقيه لهذه الحكومه مش مجرد المشاريع.
طبعا برضو اخونا علي عسكري معانا وافكاره كلها معروفه ودخل لنا في كتاب جميل جدا حب الناس تقراه او عادة تطلع عليه وهو موجود هنا. انا حقيقه ولو انا ما من منطقه الشماليه لكن شفت الخزانات دي او شفت بعضها. انا مشيت السد العالي ومشيت خزان اسوان اللي هو قباله بالنسبه للاخ نجم الدين ابو هم اثنين خزانين جنب بعض. وسنه 2003 اولا شفت حلفه سنه 2000 شفت حلفه سنه 62 و63 وكانت مدينه جميله جدا. عشان كده بقول الناس فعلا لما يفقدوا حاجه كانت بالنسبه لهم تاريخ وتراث شيء محزن جدا. لانه جيت سنه 68 وشفت المخزن حقت الجامع بتاع حلفه وسط الخزان وسط البحيره منظر محزن للغايه والناس ما زالوا يعانوا منه حتى الان. حتى الان جاي من كردفان المنظر ده ما زال لحد الان جارع قلبي. سنة 2003 رجعت مرة ثانية شفت الخزان اللي هو السد العالي. كان 59 عبود وقع اتفاقية مياه النيل ودي كانت كارثة من كوارثنا. عبود دخل الجيش في السياسة وعمل اتفاقية مياه النيل ونقل أهل حلفة إلى ما هم فيه الآن. دي كارثة كبيرة لأنه طلعت فريد مشى وقع اتفاقية في أقل من ساعة ولا ساعتين بدون ما يعرف أبعاده اللي دخلنا فيها لحد الآن. افتكروا انهم بيساعدوا مصر، نحن بنينا، نحن حنبني وبنينا السد العالي، تذكروا الاغنيه بتاعت عبد الحليم حافظ. فمشيت سنه 2003 مره ثانيه لقيت انه السودانيين ما قادرين حتى يصطادوا سمك في بحيره النوبه اللي هم مسمينها بحيره عبد الناصر، وانا بفتكر حتى يسموها بحيره النوبه على ذلك. عندنا اخ لينا زميل دبلوماسي مرفوض قاعد هناك، اهله عندهم اسطول من السفن بتاعت الصيد واقفه برا. من عندهم المصريين حتى يصطادوا السمك. سنة 2009 أنا مشيت الملتقى. جيت عبرت النيل من عبرة إلى الناحية الغربية ومشينا لحد جنب كول، لكن مرينا بالملتقى اللي ساكنين فيه أخونا. منطقة جرداء بأسة جدا جدا، وأنا ما بعرف بأي حق الناس يقولون في الحتة في الصحراء يقولوا لهم سكناكم سكنة كويسة جدا. اخر حاجه اقول انه قبل 3 أسابيع كان في فيلم جميل جدا في البي بي سي شانل 4 اظن كلمتك يا عمر عنه اسمه ووكينج ذا نايل. عمل واحد في شانل 4 مشى مع النيل من منبعه في يوغندا ورواندا الى ان وصل به رشيد في الدلتا في مصر. الراجل ده مشى وشاف محلات بعيده دخل حتى في حرب بين ريك مشار وسلفاكير وكل الحاجات اللي شافها. لما جه في المنطقه بتاعت هو ماشي برجله، لما جه في المنطقه بتاعت خزان الحمدان منعوه ناس الامن، قال لي منطقه عسكريه ممنوع حتى ساكت يشوفها شوف العين، فاضطر يعمل ديفيشن ويمشي بتحت الخضر. فبيوري انه الحكومه ما زالت مصره على استعمال القوه ودائما تغطي على كل الاشياء الخاصه سواء كان اخطاء فنيه او راي الناس. هذه الحكومه نحن ما زلنا نعاني منها وما في حل لمشاكلنا وانسياقنا ولا الجيران سواء كانت مصر او اثيوبيا بطريقه عمياء، لانه هذه الحكام لانه هؤلاء الحكام ما همهم الا ان يعيشوا في السلطه. تعاطفي معكم وشكرا لكم. نعم. السلام عليكم. كاس مخيم. اشكر الاستاذ علي عسكور على سنه اخذ الفرصه والافورت انه على الاقل يكون بالتنوير للحاصل في جزء من السودان. السؤال الاول ما حيكون سؤال فوق حبه نوع من النوتس. السؤال الاول واضح لنا انه في كميه من الناس هنا ريبريزنتنج المهنيين وريبريزنتنج جهاتها من السودان حصل لها نوع من الايفكت. ف ليه احنا كسودانيين ما بنقدر ناخذ ايدينا مع بعض من اول يوم نشتغل ونقوم بتكوين منظمات؟ ما هو الحاجز لنا او اظن بقول لكم كاجيال وبعد ذاك لنا احنا كاجيال، ما هو الحاجه موقفانا احنا نخش مع بعض كان من ناس الشمال النوبه يقعد مع بعض كان من ناس الشرق، ما هو الحاجز من التضامن مع
مع مشكلة واحد أو آخر، وطبعاً برضو مشاكل مثلاً في دارفور وكردوفان وهذا اللي شنحنا دائماً بناخذ المشكلة من نحو واحد. فهذا السؤال. السؤال نمرة اثنين، أثيوبيا في الحقيقة في صدى النهضة عندها مشكلة كبيرة في توقيع الوقعات، لأنها هي ما عندها operational mandate when it comes to filling up a reservoir. It has to wait for Egypt to give them the okay to fill it up to which level. Now, لما حصل في سد الحمادة، لما فالسؤال ده النقطة دي تجي، لما حصل سد الحمادة هل كان في نوع من الجروب من ناس الحمادة نفسهم to give them the okay to sell off land or to give them the okay for الحكومة to enter? Surely there must have been one of them available when they did the study. I just don't believe أن الحكومة دخلت وبنفذ أحلامها أي نوع من دور الحمادة تكون في الوصول. السؤال الثالث والأخير هو سؤال في نفس الوقت برضه كان تريجنال. نحن الآن في موقف في محل وحتعطي الفرصة أنه في السياسيين وفي الإيكونوميكس وفي الإنجينيرز. We can easily from this point have some sort of an organization or some sort of a group sign up straight away. So from here onwards بنقدر لقدام ما نعمل أي شيء، ما نعمل أي شيء بس أنه نرفع الوعي. الوعي لأنه مش الوعي لأهل السودان ما الوعي، لا الوعي لنا نحن كجيل، عشان يمكن لو الجيل الحاضر أو الجيل في السودان فشل في تحسين الأمور كنا الجيل بعد يقدر. فنحن لو جروب كالآن بنقدر نختار الباشمهندس من جامعة لندن وباقي الأساتذة to get a group together so we are able to do some awareness إن شاء الله. شكرا. يعني حتى زمان ضايقنا يعني حمد هذا ده تدخل في أي سؤال عنده سؤال تدخل صار الأخير يعني ضد الله هذا تحية لكم جميعا. هي يعني أنا محبط وحزين جدا جدا لأن دي يعني personal experience. أوديوسك نعم. فهي كنت صبي صغير بمشي جامعة الخرطوم وكنت بحضر كان النقاش بتاع الدكتور محمد جلال الوقت ده ما كان دكتور طبعا كان طالب أفنى يعني شبابه يعني أنا كنت شفته في الجامعة الخرطوم ونحن كنا طلاب صغار يعني في الثانويات أنا لسه شاب يا أخي لذلك يعني أنا حزين ومحبط جدا أنا أصلا مش عيب طبعا يعني كان هو نجم الجامعة هناك هو دكتور عبد الرحيم عمر الأخوان المسلمين طبعا وعندهم معجبين كثيرين وسط النساء والرجال بكل أسف يعني أنا بنحضر كلام لما يكون اليوم بتاعه كلنا بنمشي نقعد قبل ما هم يجوا وبنقعد نحضر اليوم كله وكان لعب دور كبير في تبعيتنا نحن صبية صغار و يعني قال انا موفت يعني ديبلي انه اليوم هو اشتعل راسه شيبا بيجي يحكي لي يقول لي نحن جعانين الناس جاعوا ثلاثة شهور ما اكلوا و يعني بحس بانه كل الايفورتس كان احنا زهرة شبابه عشان نحن يقدم لنا حياة افضل ونحن كنا اصغر عمرا يعني كلها ضاعت هباء يعني مصاب بالاحباط الشديد يعني في هذه اللحظات وما بعد ذاك انا ماشي حتى طلعت من السودان يعني قبل اكثر من 25 سنه مرض الايام جات الدير في اول يوم اشوفه ويجيني شعور يعني فيري افكتد يعني فيري للاسف ما عاد لكن ممكن احاول اطرح سؤال بسيط يعني الكلام اللي قاله الدكتور يعني محمد جلال فانه في المسائل الطبيه ودور في التغيير وهي النظام العادي يعني زي ما سماها والشزم الحاصل في السودان الليله كانه الناس اللي بتناضل براها وناس دارفور بناضلوا براهم عندهم قضايا بنطلب من اجلهم براء من اجلها براهم وعايز ارجع له الكتاب شويه في نفس الوقت هو كرس للشزم الحاصل في السودان ده ما اعرف انا المساله بالنسبه لهاي الكونترفيرشال يعني الاسنويه البنادبيه في منطقه من تنظيمات اسنويه والاعتراف الاسنويه في السودان وهل دي تؤدي لتكريس الوضع الراهن في الجزمه انه عندها كل الناس المناصير
بينظروا براهم والجنوبيين بينظروا براهم، ناس دافور بينظروا براهم، وما في واحد بحزب الثاني. والكلام ده قريته ربما يكون مخطئ يعني في فهمي له، وهو بنادي الإثمية أو يعني جهوية يعني، أو هو ممكن ما أعرف سماه كيف، لكن بيكرس فيها وبتعرف فيها في بركة كتاباته. والله أعلم أنا ما متعمق في مثلا ممكن يكون غلطان، لكن ليه نحن ما قادرين الناس دي نوحدهم وهو في نفس الوقت بيكرس في نفس الاتجاه ده؟ وممكن يكون انحدر يعني باختلاف الشخصية اللي أنا كنت بعرفها زمان في موضوع القضاوة المستقلين، والآن صار جهوية أو إثنوية. سؤال مشروع يا حمد جلال. الآن ندي فرصة للمنصة إنها تجاوب على الأسئلة الصعبة دي. أدي لحمد جلال. طيب انا حقيقه يعني قصه المعجبين دي ممكن اوافقك، لكن انه في نساء معجبات دي انا ما لاحظتها. والله شفتوا انتوا دي زمان كنت اسمع انه الكره توضح. انا حقيقه بس بدي اقول لك حاجه بسيطه يا عبد يوسف، انه في الكتاب اللي انا عامل ده الكتاب الطبعه السابعه والطبعه الاولى 86، يعني شوف ده عمر انا بكتب وبعيد الطبعات واستيل السؤال ده بوجهي. شفته؟ وانا بتكلم عن شعور الوطنيه السودانيه، انا بقول في بلد متعدد الثقافات كان في منظور للوطنيه دايم على منطقه الانصهار. انه نعيد السودان ده نعجل نخلطه نطلع حاجه واحده، دي اسمها الوطن. وطن الانصهار ده معناه يكون في لغه واحده، يكون في كده اثنيه واحده. لو دي بتنفع الصومال ما كان الشتات، لان الصومال اثنيه واحده، لغه واحده، دين واحد، ما في مسيحي واحد صومال. في المنظور الثاني بتاع الوحده في التنوع، ما في زول يزول زول. اللوحه التشكيليه دي بتبقى لوحه تشكيليه بتعدد الالوان وليس لان فيها لون واحد، لو حولتها للون واحد تلاقي لون واحد. دار اقول شو في بلد فيه اثنيه، في بلد فيه اثنيه لو ما اعترفت بالاثنيه بنبقى احنا زي متدافنين رؤوسنا في الرمال. التعامل الايجابي مع الاثنيه مش على حساب الوطن، لان الاثنيه هي مدخلات الوطن القوميه. الاثنيه دي شنو؟ دي خالتك وعمتك وكذا، بس انت مقيم في السودان. لو جاء خبر انه في نيزك وضع هناك، انت ما لو قلت يا اخي انا قومي ما بتحرك تبقى انت ذاتك ما قومي. وبالتالي انا عايز اقول حاجه بسيطه جدا وقلتها كثير جدا، انه الواقع الاسمي المتعدد ده هو المدخل نحو وضع قومي تعددي. والكلام انا ما ادري ايه ما قلته في الكتاب، وقلت والله في محاضرات وكررت، ودي الطبعه السابعه. انا ما ارتديت نفس الكلام ذاته، لكن الناس ما زالوا مصرين على منظور بوتقه الانصهار. كل السودان بيتكلم عن الوحده في التنوع، بينما المنطقه الداخلي هو بتاع بوتقه الانصهار. ده المشكله. في هذا الإطار أصلاً ما بتكلم أنا تكلمت عن دارفور، والناس هنا في دارفور بعرفوا متى تكلمت عن دارفور، وتكلمت عن في المناصير ده لما نغربوا، وأنا ما منصوري، أنا شفت زوجتي وأطفالي ثلاثة، أصغر واحد 3 سنين، قطعنا الصحراء دي كلها بيوضة مشينا قعدنا مع المناصير، أنا كنت منصوري. 92 أنا مشيت مع أبو أمن محمد السلاعي هنا، مشيت 92 قعدت شهرين في بورسودان عشان نعمل جبهه الشرك. انا كنت من شرق السودان. لما جت القضيه بقت في قضيه حقت النوبيين، وانا اشتغلت فيها كمفرد من مفردات التكوين الثقافي السوداني، الناس ده يحشروني وين؟ في حذاء الناشط النوبي. وقبل كده انا قلت انا ما ناشط نوبي، انا ناشط سوداني. وانا زول بدرس الاثنيات. وبعرف لاي درجه كانت هي عقبة كأداء، وفي الكتاب ده بناقش. شوف الليلة لو قلت كان في محاضرات مباركة وبختم بها كلامي، لو أن القوة السياسية أول ما ظهرت قصة مروي دي، لو أن القوة السياسية تصدت للمظالم دي وجعلوها جل همهم ومشوا المنطقة هناك، ورؤساء الأحزاب مشوا في المناطق دي وكونوا لجان، لما كان المناصير في حوجة عشان يعملوا مجلس المناصير، ولا ناس الحمد لله كان عامل مجلس الحمد لله. لما ما في، لما الوعي القومي ده ما في وكل شنو شغال تحت رجله،
المناصير شعروا بأنهم هم الدولة بتستهدفهم كمناصير، ده اللي خلاهم يتصرف كمناصير ما لنا من جنعانين من الخط الوطني. وده الكلام أنا قلته حسين، قلت فيه فعاليات بوتنشلز بتاعت عمل سياسي لمواجهة الدولة الظالمة دي. الناس خلينا تتطور براثي القاية ما مدوا يدهم عليها. بتكلم في الكلام على أي حال الكلام ده في بعدنا عوض نتناقشه. ولكن أنا في كل شغلي هذا يوم ما فقدت الأمل، وأنا متفائل جدا. وبعدين أقول لك شفت 25 سنة في عمر الشعوب هي ثانية. الذي يريد أن يساهم في القضايا العامة من أجل أن يبني هو ثمارة يظهر عنده طموحات سياسية. أما الشخص الذي يريد أن يصنع التاريخ يعلم تماما أنه أحفاده قد ما يحضرونه. ففي فرق بين أن تعيش في التاريخ وأن تصنع التاريخ. التحدي هل نحن هنا مشاريع صنع التاريخ؟ لوك إذا نحن نحاول لأن في سؤال مهم طرح مهندس قاسم خيري، لماذا لا نستطيع أن نعمل مع بعض؟ والله يا أخي أنا لو قلت لك عندي إجابة للسؤال ده فأؤيده مع احترامي لكل الأفراد السودانية في أي مجال، يعني عندي إجابة للسؤال ده بتبقى مشكلة السودان اتحلت. No one has this answer to this question. So I might be the one يعني كلمت مع كثيرين بفينيوز مختلفة، وزر أصحاب، وزر أحزاب سياسية، وزر بأي كباسيتي، حتى على المستوى الناس البسطاء العاديين. يعني في مناطقنا مثلا تلقى في الحلة، يعني كنت بلاحظ في حياتنا غريبة، ومش مناطقنا بس مناطق تانية برضه، بس الحلة يشتركوا تنظيم الربيع الغالب بتاعتهم. لما يجي الجهاز تقول له اشتغل بالجهاز، تقول بتاعت مويه، طبعا طبوسه يشتغل بالجهاز. فعاملين اجريمنت انه انت وين يفنش يجي زول تاني لازم تملى التانك بتاعنا لحد ما يملى الجهاز، فخلاص كده. بعد تجي هو بعد كم سنه قالوا القصه دي نوت انف، ما كان هذا انه في ناس قاعدين يغيروا الفريق. الفريق بتاع الجهاز بيستهلك اكثر، فلازم يجوا يجيبوا الفريق، الفريق يحملوا وقضايا زي دي يعني. ففي السنس ليه الكلام ده، السلوك السايكولوجي ده ولا الديسجريمنت اللي بتحصل ليه؟ في السودان دلوقتي ده انا وانا عندي كلام يعني شاركوا مع ناس وانا ده أنا سوي ما أقوله، لأنه الأحضراني زي ما حب الجراحة جاي بعمل أجي أعمل لكن إلى different perspective. أنا أفتكر في العامل البدوي معنى إنه الهجرات العربية دي جاء الناس اللي دخلوا السودان دي they did not have the heritage of civilization كان البدو. والبدو حياة البدو للناس اللي بعدها زول is not binded بأي حاجة، هو قاعد في البهايمة ما فيش سلطة عليهم إلا رب العالمين، مرة زاد من الذين ما شغال رب العالمين ما فيش سلطة خلاص انتهى. فما في قانون، ما في حياة مدنية، السبيس قدام حقته وهكذا، هو اللي بيضع قوانين نفسه، ينوم 200 يصحى 200 يمشي كده يمشي كده، وزول very skeptical سينيكال لاي حاجه. لو زول ماشي كده بيقول قبل ما يمشي يسلم على زول بيكون طلع على نفسه 100 سؤال، زول ده شنو ده داير يعمل شنو ويتجسد وهكذا. حتى بعد ذاك يعني اذا مشى توتس زول ده اذا عرفه خلاص الموضوع استطب، يعني بقى من اهله ولا زول بيعرف المنطقه كده خلاص. اذا ما احكي لك حاجه، مشينا مره نحن ايام مشاكل السد عندنا، نحن لسه عندنا بدو في الخبر جزء من مجتمعنا. راينا جزء من نميري مشينا لانه المويه خشت بقت ما بتقدر تمشي بالشوارع كلها، فانا نطلع على الخلا عشان نمشي حته ثانيه زي مسافه زي 30 40 كيلو متر كله عربي جدا. فعارفين في بير يعني دخل بتاع اهلنا وبنعرفه بيعرفونا يعني. لكن لانه لما حصل الغرام والمشاكل والحكومه ادعت انه احنا قاعدين ندش في سلاح كلام كثير يعني بدت في حركه، انا سلام نعمل حركه وهكذا.
العربات حركتها كثير، العرب بيعاني من طوارئ حياتي، المهم نحن طلعنا من العربية ده نمشي الحلة الثانية. ف وعندي ضب في بير طشينا كده بالسكة وعندي ضب في بير وقفنا. يبقى البير فيها أطفال ومسافة كده في بير بتاع العرب، فسلمنا على الأطفال بتاع وسألناهم بتاع أو يتكلموا أصلا ما يتكلموا على أولاد نعم. اختصر انا بحكي من صداع الحياه دي عشان اوريك السينيسيزم دي ولا نقول عليها شو كيف قبل كل عيلونا كده عيلونا كده جروا البيوت ده ايوه جروا البيوت بعد شويتين جابوا معايا الفرع معايا كده وبتاع دنجر عيلنا فوق كده عيلنا عيلنا عليكم السلام فالويف اللي هاي التوال وقف مسافة يعني زي اللي هيسلم علينا ورجع زي الكاميرا دي مسافة كده. ف يعني ده في منطقة وده العرب لكن شاك انه الحاجة المصيبة اللي جابها من هنا دي كده شو قال في النهاية وريناه وكده وطلع هو والزوجة قريبة الزوجة معايا يعني قريبة وكده بعد طلعت المعلومة دي جا تاني سلم علينا وأصر قال إن أنا مشي معاه البيت ومشي كلام زي ده يعني. فالخلفيه بتاعت البداوه ولا ما عارف بقولها بالعربي يعني كده الخلفيه الحياه البدوي انا افتكر اول راوند السودان مش مع السودان بس حتى لو مشيت لاهلنا في كردفان او دارفور او غيره الطبيعه واحده انه الانسان البدوي هو انسان يكمل كنترول بصوره معينه ما خاضع لاي قوانين الحاجه دي رقم وفينشت الحاجة دي نحن لأنه النظام التعليمي اللي خلوه الإنجليز نحن ما مش ما طورناه ما عدلناه ما غيرناه ما هديك أنا فقصة قصة اللي بنعمل مع بعض دي قصة صعبة أنا أفتكر أديانكم أنتوا أنا أفتكر إنه كلام مخير قاسم مخير مهم جدا جدا أنا أفتكر إنه في جيل ما عنده علاقة بالتفاصيل اللي بيحكوها عن الناس اللي موجود في جيل موجود هنا مولود هنا عنده قدرة على إنه يحمل بطاقة كبيرة جدا وبأفكار جديدة فنتيح له الفرصة وبالتعاون مع الجيل بتاعنا يعني مع الناس الموجودين هنا في ندون فرصتهم في إنه يعملوا حاجة ما نقدر نعمله إحنا فأنا أفتكر إنه بفتح قناة زي دي والناس تتشاور حولها أنا بشكركم يا جماعة باسم المكتب العادي لتجمع المتأثرين وأنا في آخر التنويه ده اللي هو لي كل صارت لي أنا عندي مقال للناس التفاصيل ما قدرنا نقول عن خزان النهضة يمكن أشوفه عن 3 أو 4 يوم وعندي برضه مقال أنا في تعليقي ده كنت أنا متفائل لكن للأسف أنا أشوف إنه حيحصل ديسنتجريشن يعني دي كلام كنت قاطع عليه في عبد الغفار صحيح خزان النهضة شكرا جزيلا